السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد عصام، ان شاء الله اكون معاكم في محاضره جديده من كورس الرسم الاحترافي بالرصاص. هنبدا نتكلم عن محاضره جديده مهمه جدا جدا جدا، واكيد كلنا مستنيينها، هي محاضره رسم العين. هنتكلم عن طريقه رسم العين بالتفصيل الممل. يمكن الموضوع مش هياخد معانا محاضره واحده، ده هياخد معانا اكتر من 3 محاضرات، ممكن يعني 3 محاضرات او اكتر. تمام، هنتكلم عن العين بالتفصيل، بالتشريح بتاعها، بالتصليب بتاعها خطوه بخطوه بكل اوضاعها. النهارده هنبدا نتكلم عن اول خطوه وابسط خطوه، وهي الاوت لاين، وازاي ان انا ابدا ارسم اوت لاين العين بالتفصيل بكل حركاتها وكل اوضاعها. لو انا عايز ارسم واحد بيبص لفوق او تحت او يمين او شمال، او برسم واحد من الجنب، او برسم واحد مثلا شايفه من تحت كده. وكمان هنعرف ازاي ان انا ارسم الاوت لاين بتاعها لو انا برسمه من خيالي، لو انا بعمل حاجه من خيالي وعايز اعمل وضعيه معينه لكاركتر معين في دماغي. فهنبدا نتعلمه النهارده واحده بواحده. يا رب المحاضره تعجبكم، ان شاء الله ان شاء الله تستفادوا منها. لو المحاضره عجبتكم يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير للفيديو لاي حد عايزين تفيدوه في الرسم. مستنيكم ان شاء الله في المحاضره الجايه كمان، وهكون معاكم محمد عصام. يلا بينا على الفيديو. اول حاجه هنبدا نرسمها في العين، او الاول هنقول العين عباره عن ايه. العين بتاعتنا عباره عن كوره، يبقى اول حاجه هنبدا نرسمها كوره. على السن البياض بتاع العين نفسه او الكوره بتاعت العين هي شكلها زي الكوره شويه، فاحنا هنبدا نرسم كوره. دي اول حاجه. الكوره اللي احنا هنبدا نرسمها دي حاجه وهميه، هي حاجه بس بتحدد لي اتجاه النظره يمين او شمال او فوق او تحت. يعني مثلا انا دلوقتي عايز ابدا ارسم واحد باصص لي فوق. حلو، باص لي فوق، ده هعمل ايه؟ هاجي اروح انا عامل خطين، خط بالعرض وخط بالطول. الخطين دول محورين بيحددوا لي اتجاه النظر. لو انا عايز اعمل عين بتبص لفوق، يبقى هاخد الخط ده بدل ما هعمله عدل كده، لا ده انا هعمله طالع بكيرف لفوق. طب انا عايز اعمل عين بتبص لتحت، لا هاخد الخط ده واخليه ماشي بكيرف لتحت. طب انا عايز اعملها تبص الناحيه دي ناحيه اليمين مثلا، يبقى الخط ده هيتحرك كده. طب ناحيه الشمال العكس، وهكذا. طيب فانا مثلا تعالوا كده نتخيل ان احنا هنرسم عين دلوقتي باصه الناحيه دي، الناحيه دي ده اللي هو فوق وناحيه اليمين شويه. ففوق يبقى هاخد الخط اللي بالعرض هخليه طالع بكيرف لفوق كده. حلو، طيب عايز اخليه بص الناحيه دي، يبقى هاخد الخط اللي بالطول ومش هخليه عامل كده عدل، لا ده انا هخليه ماشي كده لافف بكيرف كده. يبقى انا هنا عندي عملت عين، العين دي بتبص فين؟ بتبص فوق الناحيه دي. مكان تقاطع الخطين ده مكان النني بتاع العين، يبقى انا كده برسمت ايه؟ النني بتاع العين. طيب تعالى اوضحها لكم بشكل تاني عشان نفهم اكتر برضه. انا دلوقتي هعمل كوره مثلا، ادي الكوره بتاعتي، نعمل كوره كده صغيره، لان انا هعمل عين مثلا، والعين دي بتبص عكس العين دي، بتبص الناحيه دي، بتبص تحت تمام، وبتبص ناحيه الشمال. تحت يبقى اخد الخط اللي بالعرض، الخط اللي بالعرض ده هو المسؤول عن فوق او تحت، يبقى اخد الخط اللي بالعرض ده واخليه ماشي بكيرف لتحت كده. بصوا كده بدايته منين؟ من النص. ونهايته فين؟ في النص. طيب عايز اعملها بصه الناحيه دي اللي هو ناحيه الشمال، يبقى الخط اللي بالطول، الخط اللي بالطول بيبدا من هنا وبينتهي هنا، بس هيكون ماشي بكيرف كده اهو ناحيه الاتجاه العين. وهنا عند مكان تقاطع الخطين اللي هو مكان النني بتاع العين، يبقى انا كده رسمت عين بتبص تحت الناحيه دي، وهكذا. طيب انا دلوقتي مثلا عايز ارسم عين بتبص ايه؟ يعني قدامها، لا فوق ولا تحت. يبقى هاجي اعمل الكوره بتاعتي اهي، تمام، والخطين اللي انا هعملهم عندي اللي هم المحورين مش هيكونوا بكيرفات، لا هيكونوا عدلين زي ما هم، لان انا هعمل ده واحد باصص قدامه عدل كده مستقيم، تمام كده. طيب عندي مكان تقاطع الخطين هنا اللي هو مكان ايه؟ اللي هو مكان البؤره بتاعه العين. البؤره بتاعه العين دي اللي هي الحته السوداء اللي جوه النني. يعني مثلا لو انا برسم واحد عينه ملونه، فهاجي ارسم مثلا العين بتاعته كده، وبعد كده عنده مثلا النني هنا، وفي جوه النني حته سوداء كده، صح؟ دي اسمها البؤره بتاعت العين او البؤبؤ بتاع العين. طيب فانا هنا عملت البؤره بتاعت العين، بعد كده حوالين البؤره في الايه؟ في النني اللي هو بيكون ملون وفي الخطوط والكلام ده كله. طيب فانا هبدا ارسم النني، تقريبا بيكون نص قطر النني نص نص قطر العين. يعني الدايره اللي احنا رسمناها دي عشان نرسم العين، انا هاخد دايره نصها علشان يكون حجم النني، عشان ما اجيش ارسم واحد النني بتاعه كبير او صغير. طيب حلو، يبقى دلوقتي تعالى نبين كده بسرعه ايه اللي احنا عملناه هنا. الكوره الكبيره دي اللي هي بياض العين،
تمام. الكوره الاصغر شويه دي اللي هي الايه، النني اللي هو بيكون ملون، والكوره الاصغر كمان دي البقره، او الدايره الاصغر كمان دي البقره عندي اللي هي بتاعت العين، الحته السوداء اللي جوه خالص اللي هي زي دي. انا دلوقتي عايز اخد الكوره دي والفها اشوفها من الجنب، تمام كده. طيب تعالوا ناخد الكوره دي ونلفها. لو انا لفيت شكل الكوره فهيبقى هو نفس الاوت لاين بتاعها، يبقى انا هاخد هرسم هنا الكوره بتاعتي بنفس الاوت لاين بتاعها عدله زي ما هي. عشان لو حد مش مركز معايا دلوقتي، احنا بنرسم العين دي بس من الجنب، لو انا بشوف الكوره دي بس من الجنب. الخط اللي كان بالعرض عندي ده هو كان بادئ منين؟ من النص، وكان بينتهي فين؟ في النص. طب لو انا لفيت الكوره، فاكرين في المحاضره اللي فاتت على طول بتاعه الكتل بتاعه البورتري وبتاعه الكتل بتاعه الوش، لما جينا لفينا الوش بتاعنا وكان الخط النص بيبدا من نص الكوره، هي نفس الفكره بالظبط. لو انا لفيت الكوره دي فالخط اللي كان بيبدا من الجنب هنا هيبدا من النص، من سنتر الكوره. تعالوا ابسطها لكم كده، ان انا مثلا لو ماسك ده حلو، وعندي نقطة بتبدأ من هنا، هنا انت شايفها من الجنب، انا لفيت لك الوش ده كده 90 درجة فبقيت شايفها فين؟ في النص، فاهمين كده؟ هي نفس الفكرة، دي كانت في الجنب، لفيت الكرة فبقت النقطة عندي في النص. طب الخط اللي بالعرض ده لو واحد باص قدامه خلاص هخليه ماشي عدل قدامه، طب لو واحد باص لفوق هطلعه لفوق، واحد باص لتحت انزله لتحت، حلو. الخط اللي بالطول ده، تعالى اقول لكم على حاجة تاني اهو، ده رسم خط كده على وشه لفيته كده 90 درجة، فالخط اللي كان مرسوم على الوش هنا بقى بالنسبة لك انت هو الاوت لاين اللي بره بتاع الوش. يعني الخط اللي كان بالطول عندي هنا في الكورة لما انا لفيت الكورة دي كده بقى هو الاوت لاين اللي بره اللي عندي. يبقى النقطة دي هي دي مكان تقاطع الخطين، هو مكان الايه؟ البؤرة اللي احنا كنا عاملينها هنا. تعالوا نبدأ نرجع ليه تاني ونبدأ نشكل الجفن بتاعنا، وهنرجع هنا تاني وهنرسم لسه شكل النني والكلام ده كله. لو انا عايز ارسم الجفن بتاع العين، الجفن بتاع العين او الجلد بتاع العين ده بيجي يبدا من بره الكوره، في عندنا حاجه اسمها قناه دمعيه، والقناه الدمعيه دي بتكون بره الكوره نفسها، مش برسمها من جوه الكوره. وبعد كده الجلد ده بيبدا يلف مع شكل الكوره كده، يعني بيبدا يطلع كيرف مع كيرف الكوره. بس النني نفسه بتاعنا ده بارز قابب لبره، فلما يجي الجلد بتاعنا ده يمشي على النني مش هيكون بنفس الكيرف بتاعه، يعني ما ينفعش ارسم العين اروح اعملها كلها بكيرف واحد عامل كده، غلط، ما ينفعش. لازم يكون في كسره كده او في تغيير في الكيرف بتاع الجفن بتاعنا لما يلمس النني، يعني النني عندي ده لو اتحرك كده، يعني مثلا لو برسم واحد هنا فالكيرف بتاع العين عندي طالع اهو جاي عامل كده، بس اول لما يجي هنا يبدا شكله يتغير، يبدا يتكسر بقى لتحت، يبرز شويه صغيرين على حسب الشكل بتاعي، بس يبدا الشكل بيتغير بتاع الجلد ده على حسب ايه؟ مكان النني ده فين؟ متحرك يمين او شمال او فوق او تحت. طيب فانا بقى تطلع بالكيرف كده وبعد كده بقى عندي فيه كسره. طب بصوا كده، الجلد ده قطع لي تلت النني، يعني في جزء من النني مش باين مش موجود، صح، وفي جزء منه هو اللي موجود. حلو جدا. احنا عندنا في الوضع الطبيعي بتاعنا بيكون تلت النني مش ظاهر تقريبا، وعلى حسب كل شخص كمان. طب وده بيتغير على حسب ايه؟ على حسب الوضعيه بتاعتك، يعني لو واحد باصص مثلا مبرق، لو واحد مبرق يبقى النني بتاعه كله هيظهر. طب لو واحد عايز ينام يبقى تلاقي النص النني مش موجود. ما اجيش انا بقى ارسم عين اروح راسم العين بتاعتنا دي، تعالى نرسم هنا العين بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها اللي هي عامله كده دي السمكه، ونروح عاملين دايره جوه وخلاص، غلط طبعا، لان عندي النني مش كله ظاهر، ما ينفعش يكون كله ظاهر، في جزء منه ايه؟ مقطوع. واتفقنا ان الجفن بتاعنا اللي فوق بيقطع لي تلت النني على حسب الوضعيه، عشان هنقول حاجه دلوقتي على الجفن اللي تحت. وبعد كده بيبدا الجفن ده بينزل يقف فين؟ عند خط النص. يبقى هو كان بادئ منين هنا؟ من بره الكوره ومن تحت الخط بتاع النص بشويه، لما جه وقف هنا وقف عند الخط بتاع النص. عايز ابدا ارسم الجفن اللي تحت. بص الجفن اللي تحت ده ما ينفعش اجي اسحبه كده زي الجفن اللي فوق، يعني الجفن اللي فوق جاي مسحوب عندي عامل كده، ما ينفعش اروح اعمل كده، لا لازم يكون جاي بايه؟ بكيرف كده بلفه، حلو، لكن ما ينفعش يكون جاي مقطوع كده خط مره واحده. وبعد كده بيبدا يلمس النني او بيقطعه او بيكون بعيد عنه على حسب ايه بقى؟ بصوا الجفن اللي فوق قلنا بيقطع النني على حسب ايه؟ على حسب الوضعيه، لكن الجفن اللي تحت بيقطع العين على حسب العين نفسها بتاعت الشخص ده هي واسعه ولا ضيقه. يعني انا دلوقتي لو عايز ارسم واحد واوسع عينه اعمل عينه واسعه بنزل له الجفن اللي تحت، تعمله مبرق برفع له الجفن اللي فوق، ودي بنستخدمها كتير جدا جدا في الكاريكاتير.
طيب هبدأ بعد كده أكمل الجفن بتاعنا، بيبدأ يطلع وبعد كده بيوصل للقناة الدمعية بره. عايزين نرجع نطبق الكلام ده هنا. بص، أول حاجة البؤرة بتاعتنا دي في الحقيقة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن حفرة ثقب في العين. الثقب ده هو اللي بيدخل لي إضاءة نور جوه العين، والنور اللي بيخش ده هو اللي بنشوف منه. فأنا عندي دي حفرة، فلما أجي أرسمها من الجنب هعملها كده حفرة داخلة لجوه. بصوا كده عملتها بكيرف داخل لجوه. طب والنني، مش كنا بنقول النني ده بارز؟ يبقى النني هيجي من عند الحفرة دي يبدأ يبرز لبره كده، ومن الناحية التانية نفس الكلام. بصوا هوريكم حاجة دلوقتي علشان الشكل اللي انتوا ايه مش متخيلينه حالا دلوقتي. يعني انتوا حاسين ان العين بتاعتنا مش شكلها كده؟ يا عم ازاي كده؟ مفيش عين من الجنب شكلها عامل كده، صح؟ طيب احنا بيكون عندنا النني بارز. طب ليه بيكون بارز؟ علشان في عندنا عدسة كده، هي مش عدسة، هو غشاء فوق النني هو اللي بيحفظ لي البقرة بتاعتي دي ما يخشليش جوه ايه او اي حاجة. طيب فعندنا البقرة دي بتكون فين؟ بصوا، او ليه احنا قلنا الكلام ده كله؟ احنا قلنا الكلام ده كله علشان ما حدش يجي يرسم لي عين من الجنب، فيروح جاي عامل كده، يجي يرسم لي الجفن اهو اللي فوق مثلا والجفن اللي تحت اهو مظبوط جدا جدا، وبعد كده يروح عامل ايه؟ يجي يرسم النني ماشي، ويروح عامل البقرة دي يروح عاملها بره هنا كده، وده غلط 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 جدا. البقرة دي لازم تكون في نص النني، ما بين المسافة يمين وشمال وفوق وتحت. لو واحد بص لفوق والنني بتاعه ده متغير وبقى شكله كده بيضاوي، يبقى عندي البقرة دي في النص برضه. مش هينفع البقرة دي تكون ايه؟ تكون فوق مثلا هنا، غلط. طيب فعشان كده احنا قلنا ان احنا عندنا البقرة وبعد كده في الغشاء ده هو اللي طالع بره، فهو ده اللي بيخلي النني شكله يبرز. طيب حلو. الجفن بتاعنا ده دلوقتي انا برسم عين من الجنب، يعني برسم النص اللي انا بعمله بالوش بالظبط، النص بتاعه. طيب فانا هاخد النص، هاخد من هنا. الجفن هنا كان بيقطع لي النني فين؟ في التلت. يبقى لما اجي ابدا ارسم الجفن ده هيبدا يقطع لي النني في التلت كده، حلو. طب وكان بيجي من الناحيه الثانيه كان بيقف فين؟ او الجفن ده كان بينزل يقف فين؟ كان بيقف عند خط النص. يبقى لما اجي ارسم العين بوقف الجفن بتاعي عند سنتر الكوره بالظبط، او عند نص الكوره، عشان ما حدش يجي يرسم لي عين من الجنب فيروح عامل كده. عارفين انتوا السحبه دي، ويروح ساحب الجفن طويل قوي كده. طيب الجفن اللي تحت كان بيكون جاي بكيرف، يبقى لما اجي ارسم الجفن اللي تحت لازم يكون بكيرف، ما ينفعش اروح عامل العين من الجنب واروح جاي اعملها بزاويه حاده كده، لا ما ينفعش، لازم تكون جايه بايه؟ بكيرف كده. طيب بص دلوقتي انا لما جيت رسمت الجفن ده طلعت حته بره، ما بداتهاش من عند اول النني، صح؟ طيب ليه؟ علشان اقول ان انا عندي الجفن ده ليه سمك او ليه تخن، يعني الجلد بتاعي ده ليه تخن. يعني ايه؟ يعني انا لو حطيت القلم ده كده، القلم ده ليه تخن اهو ليه سمك، فلما تيجوا ترسموه هترسموه بخطين، صح كده؟ مش خط واحد. طيب والجفن بتاعنا ده هو عباره عن جلد، والجلد ده ليه تخن، فالمفروض لما اجي ارسم الجفن ارسمه بايه؟ بخطين. بس بصوا بقى في العين من الوش هنا، لما اجي ارسم الجفن اللي فوق لو في الوضع الطبيعي بتاعه ما بيبانش عندي خطين، بيبان خط واحد بس. ليه؟ لانه بيكون مقلوب كده لبره فبشوفه خط واحد بس، بس الجفن اللي تحت بشوفه ايه؟ خطين. حلو. طب لو انا برسم واحد بص لفوق، لا ساعتها ده انا هشوف الجفن ده عباره عن ايه؟ خطين. طيب يبقى انا عندي هنا خطين، في خط اهو لامس الكوره او لامس العين وهيكون هنا لامس النني، وخط تاني بارز بره، صح؟ فلما اجي ارسمه هنا انا عندي هنا خط اهو بارز وخط هنا لامس النني، يعني لازم الجفن بتاعي يطلع بره كده شويه، يكون بارز شويه عن العين. طيب بصوا في العين من الجنب، لو انا وصلت الخط اللي فوق مع الخط اللي تحت او الجفن اللي فوق مع الجفن اللي تحت، خط كده وهمي بوصله لنفسي، لازم يكون الخط ده بارز اكتر من النني، ما ينفعش النني هو اللي يكون بارز عنه. يعني ما اجيش ارسم عين مثلا من الجنب فاروح جاي اعمل كده، ادي الجفن ده وادي الجفن ده وراح مطلع العين بره كده، فده غلط جدا. لازم يكون الجفن ده والجفن اللي تحت بارزين عن النني شويه. الجفن بتاعنا ده عباره عن جلد، والجلد ده لونه ايه؟ نفس لون البشره. يعني لو كان الشخص اللي انا برسمه ده اسمر فالجفن بتاعه لونه غامق، لو كان الشخص ده فاتح فالجفن بتاعه لونه فاتح. يبقى ما ينفعش خالص ان انا اروح ماسك القلم ده لما اجي ارسم العين واجي اروح ماسك القلم كده وهكحلك، افضل اكحلك يعني افضل اسود اسود في العين، فده مستحيل، ما ينفعش، ده غلط جدا، دي كارثه. المفروض اعمل ايه؟ المفروض ابدا ابص على العين بتاعتي ان هي الجفن بتاعها لونها نفس لون البشره، بس هو بنشوفه في الحقيقه غامق. ليه؟ علشان الرموش، لان الرموش هي اللي بتبان عندي اغمق. يبقى لما اجي ارسم العين بتاعتي برسمها بخط خفيف، ولما ابدا اعمل الرموش هيبدا ايه؟ يوضح عندي الشكل.
طيب فانا هبدا ارسم الرموش. الرموش بتكون جايه من جوه الجفن هنا وطالعه بكيرف كده لبره كده، جايه من جوه وطالعه بكيرف لبره مش لفوق. عارفين انتوا اشعه الشمس دي، فدي كارثه، ما حدش يعمل كده يا ريت يعني. حلو، فبيكون عندي شكل الجفن بتاعي عامل كده، اهو شكل السوري الرمش بتاعي عامل كده. الجفن بقى بيكون فوقيه هنا مش تحت هنا، لان في ناس بتيجي ترسم العين برضو او الرمش برضو بكيرف، بس يجي يعمل الكيرف بتاعه عامل كده طالع لفوق كده، فبيطلع عفريت بيطلع من بره. فلا ما ينفعش، لازم يكون في جزء من الرمش نازل تحت الجفن ويبدا يطلع كده لفوق. الرموش عندي من الاول هنا بتكون ايه كتير صح، وبتكون طويله، كل ما ببدا امشي الناحيه دي بيبدا طولها يقل وكثافتها بتقل والكيرف بتاعها بيقل. يعني ايه؟ يعني رموش من الناحيه دي طالعه كده، من هنا بتبدا تلف او تتعدل شويه تتعدل، وبعد كده من الناحيه الثانيه بتبدا تلف الناحيه الثانيه. طب ازاي انا ابينها ان هي لفه كده وبعد كده لفه لقدام وبعد كده طالعه الناحيه الثانيه؟ بص، اول حاجه الرمش اللي عندك الاولين اللي هنا بيكون الكيرف بتاعه واسع، يعني لو انا جيت رسمته فالكيرف بتاعه واسع كده. حلو؟ طب اللي بعده بيكون كيرف اضيق شويه، يعني كاني مسكت دي وطبقتها كده شويه، فبقى شكل الكيرف بتاعه عامل كده. طب اللي بعده نفس الكلام، كاني مسكت دي وطبقتها كمان كده. اللي بعده نفس الكلام اهو، وهكذا، وبعد كده ابدا اعكس وافرد الناحيه الثانيه، عشان يبان عندي ان هو لف كده وبعد كده لف طلع لقدام وبعد كده لف الناحيه الثانيه. ابدا اكمل الرموش بتاعتي، من هنا قلنا طويله، بعد كده بتبدا تقل تقصر تقصر تقصر. طيب بصوا، في الرموش عندنا في كذا مشكله، ان الرموش دي لازم تشوفها من الصوره بالظبط، لازم تجيبها من الصوره بالظبط، وفي صور مش بيبان فيها رموش. طيب قاعده كده، الصوره اللي ما فيهاش رموش ما ترسمش رموش، ما تفتيش من عندك الصوره زي ما هي اعملها، الصوره ما فيهاش رموش انت ما تعملهاش، لو في الصوره فيها وانت مش عايز تعملها ما تعملهاش برضو، انت حر، بس ما ينفعش تعملها من دماغك، دي كارثه. لو انت جيت رسمت رموش من دماغك هيطلع لها جراحات صدقني، وهيبقى المنظر بشع جدا، فانت ما ترسمهاش من دماغك، لان لو جيت رسمها من دماغك هتفضل تعمل كده قليلين 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 وهكذا، وتفضل تزود تزود لغايه لما يطلع لها جناحات او مقاش. فاحنا نبعد عن الكلام ده خالص، وان انا ارسم الرموش من الصوره اللي قدامي. طيب الرموش اللي فوق بتكون طالعه بكيرف عامل كده، اللي تحت عامله كده، بصوا كده مش كده، محدش يكمل الكيرف كده، لان انا بلاقي ناس بتروح ماسكه القلم رموش تحت هوب وهكذا ويفضلوا شغالين على كده. طيب الرموش اللي تحت ما بتكونش منتظمه قوي زي الرموش اللي فوق، يعني مش بتلاقيها ماشيه بكيرف ومنتظم وبيفضل يلف كده، لا ممكن تلاقي واحد عامل كده والتاني نازل تحت عكسه على طول، ما فيش مشكله يعني. ومش شرط تكون خارجه واحده واحده، يعني مش شرط ان انا اجي اعمل رموش من تحت فاروح جاي اعملها كده واحد اتنين تلاتة، لا ده انت ممكن تلاقي المنبت الواحد خارج منه كذا شعرايه، فاهمين كده؟ طيب تعالوا نعمل الرموش في العين الايه؟ احنا شخبطنا العين من الجنب، مش مشكلة. تعالوا نعمل الرموش على العين من الجنب. بص، الرموش هنا بتكون خارجة لقدام كده، مش لفوق، مش لفوق، يعني ما حدش يرسم العين من الجنب ويفضل يعمل كده. حلو؟ فده غلط. بتطلع من الجفن هنا وتبدأ تطلع كده لقدام كده. حلو؟ حتى اللي من هنا بيكون جاي عامل كده نازل لتحت مش لفوق خالص. طيب والرموش اللي تحت نفس الفكره، بتبدا تطلع كده لقدام كده وبعد كده من هنا بقى بتبدا تنزل تحت دي. طيب قلنا في عندنا عظمه حوالين العين هنا، في عظمه حوالين العين، ايه العظمه دي؟ دي عظمه الجمجمه. فاكرين في المحاضره اللي فاتت لما قعدنا نكسر جزء اللي هو بتاع العين ده، الجزء المتكسر في الجمجمه بالظبط. طيب العظمه دي بتعمل لي ايه؟ لما باجي افتح عيني الجلد بتاع العين ده بيخش ما بين الكوره دي وما بين العظمه اللي موجوده هنا، فبيعمل لي خط كده فوق العين. الخط ده اسمه ايه؟ اسمه جفن. حلو؟ الجفن اللي بيكون موجود فوق العين. طيب الجفن اللي موجود فوق العين ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن تانيه في الجلد، يعني تجاعيد، يعني زيه زي التجاعيد بالظبط. لو انت عرفت ترسم التانيه دي او الخط ده هتعرف ترسم التجاعيد بتاعت الناس الكبار بالظبط. طيب بص، التانية دي او ايه معنى كلمة تجاعيد؟ معنى كلمة تجاعيد انها مش قطع، دي حتة متطبقة او متنية لكن مش مقطوعة. فلو انا مسكت القلم وجيت عملت على الخط ده اسود 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 بدرجة الحفر كده،
فده معناه ايه؟ قطع، ان الحتة دي متعورة. فانت لو مسكت القلم وقعدت تسود هنا كده يبقى انت كده عورتها. بس في فرق ما بين الاسود وما بين الحفر، ركزوا في النقطة دي كويس جدا، عشان في صور هتلاقوا فيها على فكرة ان الجزء ده اسود ولازم تعملوه اسود، بس في فرق ما بين الاسود وما بين الحفر. ان انا امسك القلم وافضل ادوس عليه لدرجة ان هو يحفر في الورقة او يلمع قوي قوي كده، فده اسمه حفر، فهو دي الجزء اللي متعور. بس ان انا ممكن امسك القلم واظل لدرجة الاسود كده، فده مش حفر، انا كده ما حفرتش في الورقة، انا جبت التون الاسود بس. طيب الجفن ده لو انا عايز ارسمه في العين من الجنب، فانا هبدأ ارسمه اهو، هرسمه كده. طب وبعدين تكملته هو بيكون نازل بكيرف كده للجفن اللي تحت اللي عليه الرموش. ما جيش ارسم ده من الجنب فراح عامل ايه مثلا، اجي ارسم من الجنب راح مطلع الجفن ده كده، راح مطلعه خط كده مستقيم، لا هو بيكون لافف بكيرف. والكيرف ده لو انا لفيته مع كيرف الكوره هيديني كوره تانية فوق الكوره او كوره موازيه للكوره دي. طب ليه موازيه ليها؟ علشان ده جلد فوق الكوره فلازم يمشي مع نفس الكيرف بتاعها. طيب هاجي بعد كده هرسم الايه، الحاجب. الحاجب عندي بيبدا من قبل العين وبينتهي بعد العين، مفيش حد حاجبه بيبدا فوق العين ومفيش حد حاجبه بينتهي فوق العين بالظبط، فلازم ابداها من قبل العين وانهي بعد العين. طيب الحاجب بيجي يبدا من هنا كده وبيجي يطلع لفوق، في عندنا كسره كده في الحاجب، الكسره دي بتكون موجوده فوق ربع العين او بعدها لكن مش قبلها، محدش يجي يرسم الحاجب ده 8 يعمل كده، تمام كده. طيب لما باجي ارسم اوت لاين الحاجب انا كل اللي بعمله بالظبط ان انا بعمل خط خفيف للجزء اللي تحت، لكن ما بجيش اعمل الحاجب كده في خطين واروح اعمل كده، فده غلط كمان، تمام كده. طيب الحاجب ده ليه عندي كذا طريقه لما اجي ارسمه. طب تعالوا مثلا نبص كده، هاجي هعمل هنا ايه، بص كده ايه اللي انا بعمله هنا في الحاجب، انا بظلل صح، انا كاني بشغط مش بعمل شعريات. طيب ليه ما عملت الشعريات؟ بص كده، مش كان المفروض ان انا ارسم الحاجب كده شعرايه شعرايه كان هيطلع واقعي؟ طيب بص دلوقتي الحاجب ده عشان اجي ارسمه شعرايه شعرايه فلازم انقل من الصوره شعرايه شعرايه، بس انت مش بمزاجك، هو غصب عنك مش هتشوف شعرايه شعرايه لان الصور مش هيبان فيها شعرايه شعرايه لان الحاجب تقيل. طيب بص الكلام ده امتى؟ لما يكون بترسم حد حاجبه تقيل ومش باين فيه شعرايه شعرايه، يعني الصوره مش واضحه الوضوح اللي يبان فيها شعرايه شعرايه، فانت ساعتها لازم تعمله تظليل، ما ينفعش تعمله شعرايه شعرايه، وده بيكون اكتر موجود عند الولاد في شعر الولاد او البنت اللي بيكون حاطه ميك اب كتير، بتلاقي عندها الحاجب تقيل كده ومرسوم حته على بعضه كده، تمام كده. فده ساعتها بتعمله تظليل، ما تجيش انت تعمل شعرايات لانك كده هتبوظ الصوره، لو حبيت انت توضحها اكتر انه تعمل شعرايات عشان تظهر اكتر فده غلط وهيبوظ الصوره. طيب طب في ناس بقى لا بيبان عندهم شعرايه شعرايه، طب ساعتها اعمل ايه؟ قبل ما ارسم الشعرايه شعرايه دي لازم اظلل في مكان الحاجب، يعني مثلا هاجي ارسم الحاجب فهروح مظلل في مكانه كده بخفيف بتون مش تقيل قوي يعني، تمام كده. هاجي مثلا تعالوا نبينه هنا، باجي اظلل مكانه كده بتون مش تقيل على حسب درجات البشره بدرجه خفيفه. وبعد ما ابدا اعمل كده ببدا ارسم بقى الايه، الشعرايات عندي اللي انا برسمها بتاعت الحاجب، الشعرايه الشعرايه اللي انا عايز اعملها، بس على شرط انك لما تيجي ترسم الشعرايه الشعرايه دي لازم تمشي مع اتجاه الشعر اللي في الصوره، ما ينفعش تفتي وتفضل تعمل كده هيطلع لك رموش وهيطلع شعر كده كانه منبت وبيبقى شكله وحش جدا. يبقى انت لازم تعمل ايه، لازم تمشي مع اتجاه الصوره، الشعر طالع لفوق تمشي مع لفوق، الشعر ماشي عدل تمشي معاه عدل، الشعر نازل لتحت تنزل معاه تحت وهكذا. وهتلاقي مش كله طبعا يعني في اتجاه واحد، في الجزء الاولاني في اتجاه واللي في النص في اتجاه وتحت في اتجاه وهكذا. يعني مثلا انا هنا لما عملت تظليل مشيت برده مع اتجاه الشكل، يعني ايه، يعني انا هنا جيت ظللت لفوق بعد كده بدات اميل ايدي اميل ايدي اميل ايدي جيت من عند الكسره دي نزلت لتحت، عشان فعلا الشعر عندنا عامل كده جاي من هنا طالع لفوق وبعد كده بيبدا يميل يميل وبعد كده بيبدا ينزل لتحت. طيب حلو، بس بص بقى في ناس بيبان عندهم الشعر اللي هو بتاع الحاجب جزء منه تقيل زي كده تظليل وجزء باين فيه ايه شعرايات، هعمل فيه الاثنين، هاجي في الجزء التقيل ده اعمله تظليل والجزء اللي باين فيه شعرايات هبدا اعمل ايه شعرايه شعرايه او واحده واحده. طيب تعالوا نبدا نعمل الحاجب هنا. الاول الحاجب عندي ده بيكون مبني على عظمه، مش كنا قلنا ان في عندنا عظمه فوق العين، فالحاجب ده بارز اكتر من العين، يبقى لما اجي ارسمه هنا على العين من الجنب ما ينفعش ارسمه فوق العين، لا ده هيكون طالع لبره بارز عن العين كان الوش ده بص الناحيه، فلا هاجي ارسم مثلا الجزء اللي فوق ده كده
وهاجي ارسم الحاجب من هنا. طيب خلينا ان احنا متفقين ان احنا قلنا من شوية ان العين اللي احنا بنرسمها بالجنب هي نص اللي بالوش. طيب لو نص اللي بالوش فانا اخدت نص الحاجب، ولما انا اخدت نص الحاجب انا اخدت الجزء ده مع الجزء ده، ما اخدتش ده بس، صح؟ فلما اجي ارسم الحاجب هعمل جزء من هنا عدل كده، وبعد كده في جزء عندي بي ايه بيميل، لكن ما جيش ارسم الحاجب للعين من الجنب اروح عامله شرطه. طيب بص وابدا اوضحه بنفس الطريقه بتاعتي. طيب بص تعالى نبين العين دي عشان هي مش واضحه. العين دي علشان تبان لازم ترسم العظمه دي اللي هي الجزء بتاع المناخير، ده هيوضح لك شكل العين جدا جدا جدا. ده فيديو للاوتلاين بتاع العين بالاوضاع بتاعتها، سواء كان من واحد من الوش سواء كان واحد من الجنب، وتبدا تحركه او تشكله لو العين دي بصت كده بصت يمين بصت شمال وهكذا. والكوره دي بتستخدمها مش عشان ترسم من صوره اكتر، لا انت عشان ترسم من صوره الاحسن انت ترسم من الصوره عادي زي ما هي، مش محتاج قوي الكوره. يعني الكوره دي بتستخدمها لما تكون بترسم من خيالك، اكون عايز ارسم من خيالي وعايز اعمل وضعيه للعين وبص فوق وبص تحت، الكلام ده كله بستخدم الكوره عشان اقدر احرك العين بتاعتي. يا رب يكون الفيديو فاتكم. ان شاء الله هنتكلم في المحاضره الجايه عن بدايه التظليل في العين، وازاي نبدا نتكلم عن النني بتفاصيله. يمكن النني بتفاصيله ممكن ناخد فيه محاضره كامله المره الجايه، لان هنشرح فيه تفاصيل كتير جدا بالتشريح بتاعه ان شاء الله. تمام، يا رب يكون الفيديو عجبكم. هستناكم وتعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير للفيديو، وهستناكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا السلام عليكم.